بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، لما الإنسان لا لم يعلم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إن ربك الرجعى، رأيت الذي ينحى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم أعلم بأن الله يراه. فإن لم ينتهي لنصبعا من ناصية كاذبة خاطئة، فندعو النادية، ندعو الزبادية. كلا لا تطعه واجد واقترب.